الأهداف حتى الآن مشعل السعيد ومحاولة للتقدم والكرة تذهب مباشرة تبدو خطيرة الآن نور وتتسدد جول جول للعميد نايف هزازي هدف أول للاتحاد يسجل نايف السعودي نص ساعة حتى الآن واحد واحد الآن كرة تتحول وبالرأس جول صلح غلطته حمد المنتشري يعيد العميد إلى التفوق يعيد الاتحاد إلى التقدم يتقدم للأمام من ركلة زاوية حط كرة برأسه كملها برأسه حط ابو ظبي الاولى تتابعونها طبعا مقامه ايضا هنا في ابو ظبي الان كره ملعوبه في اليمين والكره تتحول بالرأي يا الله 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 يا نايف عاد نايف يا ناس عاد هزازي يا ناس عاد الاهدافها الراسيه الأهداف الجميلة عاد طعناته عاد الضربات الرأسية عاد إلى ضربات قاتلة الضربات الرأسية القاتلة عن طريق مين؟ آه يا نايف هكذا يرددون إنه الاتحاد يا سادة عاد الاتحاد يا ناس الرهيب أرسل كرة رهيبة من نايف حزازي رهيبة من نايف حزازي بالرأس على طول